بالنسبه للمرحله الاولى للانتخابات، انا شايف ان الاقبال فيها كان ضعيف جدا، وده بسبب ان الناس ما عندهاش امل. يعني في الانتخابات الاولانيه كنا كلنا نازلين، وكلنا كمسلمين ومسيحيين واخوان وسلفيين، كل الناس وكل التيارات كانت نازله. انما بالنسبه للانتخابات دي الناس ما عندهاش امل. هل الناس ديت هتعمل ولا مش هتعمل، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ اهم شيء ان الناس ديت اللي هيروح يعمل للناس، يخدم الشعب، يخدم اللي هينتخبه، مش يخدم اللي هو يبقى داخل لمصلحته. في ضعف اقبال من 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 زياده الاسعار، والبلد برضه ايه فيها قلق بالنسبه لزياده الاسعار. الناس قلقانه مش عارفه ايه هتعمل ايه ولا تسوي ايه. المرحله الاولى عامه بالنسبه للشباب، او بالنسبه للمرحله الاولى عامه للانتخابات كلها، احنا هنعتبرها مثلا كاقبال. الاقبال ما يجيش 2%، ما يعملش 2%، دي نسبه قليله جدا. انت حضرتك لو بصيت لانتخابات الرئاسه في اللي فات السابقه، هتلاقي نسبه الاقبال عامله 49%. المرحله الاولى بالنسبه للانتخابات، يعني انا شايف ان هي مش زي ما الناس متوقعة. طبعا دلوقتي الناس ما بتنزلش في الانتخابات بسبب ان المنتخبين نفسهم ما حدش يعرف عنهم حاجة، فالمفروض ان يكون في تنويه عن المنتخبين دول نفسهم بالنسبة لأهالي المنطقة اللي هم نازلين نيابة عنهم بس.